انا قبل باش ننتقل بفضل ملاحظات اللي عندي على المشروع وعلى كل مقابل اللي تضمن على هذا المشروع عندي ملاحظات اولية كانت من الاساس يجوز ان تشبهها وتدخلها الى الاعتبار. اولا الملاحظة الاولى هو انه ورد في الوثيقة التي توصلت بها وزارة السلاح على ان الامر يتعلق بالنظام الداخلي. هذا مجرد مشروع النظام الداخلي والتالي ما زال خضع للمناقشة والدراسة والمصادقة لدى المجلس ولدى السلطة المصرية، وبالتالي كان ينبغي من الأولى أن يسمى مشروع النظام الداخلي بنقطة أولى، لأن ما يقول النظام الداخلي معناه أنه رسمي وهذا أمر غير موجود. ثانيا ورد في الصفحة الرابعة من المشروع على أن الذي هذا المشروع أداه سيد رئيس المجلس، وفي هذا خلاف مع القضايا القانونية بشأنها القانون القضي 1915، لأن المشرع يلزم رئاسة المجلس بأن تشرك المجتمع في إعداد هذا المشروع. ثالثا أنا أستبعد أن يكون المكتب قد شارك في إعداد هذا المشروع، لماذا؟ السؤال له جواب من خلال هذا المشروع نفسه، لأن حين توصلت إلى المشروع حصلت على نسخة مشابهة من سلطة الوصاية، وهي النسخة التي وردت على عمل عامل تكريم زكاة من طرف وزارة التأهيلية، وهي نسخة نموذجية وزعت على كل المجالس الحضرية والقاروية لكي يمكن لك برؤيتها. ولاحظت على ان النسخة التي توصلت بها هي نسخة مطابقة للأصل ماشي 100% من تلك النسخة التي وزعتها وزارة الداخلية، وبالتالي لكم ان توصلنا بالنسخة التي اعدتها وزارة الداخلية انا اتساءل واسأل اين هي النسخة التي وضعها سيد رئيس هذا المجلس واعضاء مكتبه على القانون على النظام الداخلي الذي كان ينبغي أن ينجز من طرف هذا المجلس ورئاسته ومكتبه. لا أجد أن يتمسك هذا المجلس في صياغة هذا النظام الداخلي، لأن الأقاليم الزمنية تختلف ولكل مدينة طبيعتها الخاصة، وبالتالي السيد الرئيس كان ينبغي أن نأخذ النظام النموذجي الذي توصلنا به من طرف وزارة الداخلية كخارطة طريق كما نملك كذا، ولكن ما كان ينبغي ان نعتمد هذا المشروع كما نزل، لان المشروع اللي جاء من وزاره الداخليه ليس قرانا مزدلا ولا وحيا ولا سنه صحيحه حتى ناخذ به بحذافيرهم وبدون صحيح، وانما كان ينبغي ان نعد نظاما داخليا ينسجم مع طبيعه المدينه ومجلسها، وان نستفيد من الانظمه السابقه وان نقتبس من انظمه اقتبستها من دول اخرى، سعيا الى وجود على الاقل شيء كمال كامل وانما كمال نسبي. ثانيا سيد الرئيس ملاحظه التي حسست في نفسي والتمس تسجيلها، رئاسه المجلس لم تكلف نفسها حتى عناء اعاده الرفع هذه النسخه التي توصلت بها وزاره التأهيلية. خذيت النسخة التي توصلت بها من السيد عامل التقرير حتى لك الفراغات اللي كانت استعمرت بالقلم. واش رئاسة المجلس ومكتب المجلس إذا كان قد شارك في إعداد هذا المشروع واش ما كانش عنده الوقت حتى باش يعيد صياغة وطبع هذا المشروع ويتحسن واحد الصورة أحسن من التي توصلنا بها. ما ورد الآن أنا أعتبره إهانة لهذا المجلس، إهانة لسكنة هذه المدينة. كيف يعقل أن هذا المجلس لما توصلنا به وزارة الداخلية نعمر الفراغات بالسيرو؟ هذا السؤال أطرحه التميز من رئاسة المجلس أن تعيد طبع هذا المشروع وأن نؤجل هذا الجمع لإعادة صياغة نظام داخلي آخر كما قلت يكون